اهلا بيكم متابعي موقع صدى البلد. احنا النهارده في منزل الدكتور خالد المرغني، طبيب الغلابه زي ما اطلقوا عليه. الدكتور خالد المرغني كان من قريه جروان في مركز الباجور في محافظه المنوفيه، ولكنه اقام عيادته في قريه طنبدي في مركز شبين الكوم. دكتور خالد مر بفترتين تعب، بس الاهالي من حبهم ليه ان هم عملوا زي ثوره تحت بيته وجم ليه تاني علشان هو يقولوا له يرجع عيادته. دكتور خالد سنوات كثيره من العمل طبيب للغلابه. معانا زوجته هتقول لنا، يعني تحكي لنا عن دكتور خالد، وتعرف هو اكتر من 30 سنه في مجال الطب، وكان كشفه حوالي 10 جنيه. ف يعني مسيره الاهالي ودعوه فعلا بالدموع امبارح، وكان في حزن كبير على دكتور خالد، والجميع بيتوافد على المنزل لتقديم واجب العزاء. معانا زوجته، البقاء لله. الله يخليك يا حبيبي. احكي لنا بقى عن دكتور خالد. يعني والله هو الدكتور خالد انا تزوجته من 30 سنه تقريبا او 32 سنه تقريبا، كان فاتح عيادته في طنبيدي الحمد لله بفضل ربنا. كان بيكشف في الأول ب5 جنيه، وبعد فترة عمل الكشف 10 جنيه، والناس هناك الحمد لله يعني كان بيحبهم وكانوا بيحبوه ووثقوا فيه، فبدأ الناس تتوافد عليه، اللي بيجيب له علاج واللي هو كان طبيب أطفال، بس طبعا هو في الكرة بيشتغل بكل شيء. تمام. فبدأوا الناس اللي معاها فلوس زكاه يجيبها له، اللي عنده أدوية مش بيستعملها يجيبها له، فكان بفضل ربنا يكشف على الناس اللي محتاجة وما يرضاش ياخد الكشف كمان، يديهم علاج يديهم أدوية. وطبعا يعني ده من فضل ربنا عليه وعلينا، يعني احنا نسب الفضل فهو لله أولا الحمد لله. وهو زي ما قال قبل وفاة الله يرحمه لما قوله، هو قال أنا مش طبيب الغلابة، أنا طبيب العائلة. هو لأن هو كان بيدخل كل بيت في طنبدي الحمد لله، وكان الناس كلها بتحبه بفضل ربنا، وهو قال ان هو حبهم وهم حبوه، وده من فضل ربنا علينا الحمد لله. وربنا يجعل كل اللي عمله في ميزان حسناته. امين يا رب. وحتى بعد ما الحمد لله يعني اصيب بالكانسر وعلاج ومرض وكده، عرفت ان هو اصيب بيه مرتين. هو في 2016 كان استؤصلت الكلى اليسرى، والحمد لله كان بيمارس عمله كويس لحد 2020، وبعدين جت تفاعلات على الرئه في 2020، دخل عمل خدوا عينة منه كده، وبعدين شهر 4 اللي فات كان ظهر على المخ يعني، وبعدين بقى الحمد لله يعني الى ان توفى الله وربنا يرحمه ويحسن خاتمته. اللهم امين. كانوا قالوا برضه ان الاهالي قالوا ان هو ما كانش بيكتفي بالكشف، ان هو كان بيتدخل كمان لاحضار العلاج والصيدليات، وكان بيحكي لحضرتك عن ال هي دي حقيقه. كان في ناس كتير بتيجي تديله مثلا 3000 جنيه 2000 من فلوس الزكاه بتاعتهم، وهو كان بيحط الفلوس دي في العيادة، ما كانتش بتيجي عندنا البيت. مثلا واحدة بتربي في يتامى ويبقى عارفها يكشف على الطفل ويديها فلوس العلاج، مثلا حد عنده أدوية زيادة بيجيب الأدوية ديت، واللي ينفع المريض ده يديهوله، واللي ينفع المريض ده يديهوله، والحاجات دي والله هو ما كان بيقولها لنا، احنا يعني كنا بنسمعها من الناس نفسهم. حتى احنا لما فضينا العيادة من شهرين كان في شنطة لقينا فيها حوالي 350 جنيه، فانا قلت لاولاده اكيد الفلوس دي مش بتاعت بابا، الفلوس دي يعني اكيد حد مديها له يخرجها لله. ولما سالناه فعلا قال لنا فعلا، وخرجناها صدقه عن اللي كان مديها له طبعا، لان هو كان بطل يروح العياده وما بقاش يقدر بقى في الاخر لا يروح التامين ولا يروح العياده، والحمد لله على كل شيء. برضو الاهالي، عرفت ان الاهالي جم برضو حوالي 500 واحد لما تعب. احكي لنا القصه دي. 2020 لما تعب وراحوا وخدوا عينه منه في الجامعه، واتحجزنا هناك حوالي اسبوع، فجوهم هنا يعني تأييد للدكتور خالد، وعشان يشعروه مدى الحب اللي هم يعني بيحبوه له، ويحسسوه ان هم معاه ويشدهم من ازره في هذه المحنه. يعني كانوا فعلا حوالي اكتر من فعلا، وقالوا له هنا بالنص كده ان احنا لو كنا فتحنا للبلد كنت هتلاقي هنا اكتر من 3 4 آلاف
طفل وامرأة ورجل، بس احنا حاولنا نلم الموضوع لان مش هينفع نجيب العدد ده كله في الشارع. وفي 21 كان ابني وهو ده كمان. اللي يعني ده اللي رجعه تاني ان هو يقدر ي... الحمد لله رجع بقى العيادة واشتغل لحد شهر 4/23 اللي هو اللي فات ده، كان يشتغل كم بدأ انه يعني ما قدرش السنة دي في شهر 4، من بعد شهر 4 ما نزلش العيادة، يعني كان آخر حاجة نزلها كان كان تعب بقى. كان تعب بقى وما بقاش يقدر ينزل لا العيادة ولا التأمين. فالفترة دي كلها بقى كنا ما بين البيت والمستشفيات، ما بين البيت والمستشفيات، فما بقاش يقدر ينزل بقى الحمد لله. حضرتك كنت بتقولي ان ابن حضرتك توفى؟ ابني توفى في 2021 شهر 11. كان يعني بصراحة ربنا، الشارع هنا ما كنتش بتقدر، الناس ما كانتش بتقدر تدخل من كم الناس اللي هم كانوا في العزاء. وبعدين هو كان مش تنبيضي بس، يعني كان تنبيضي والقرى المحيطة بيه كلها، عزبة الجبالي، كفر البتنون، البتنون، كل الناس دي الحمد لله كانت بتجيله. يعني هو بعد ساعة أو ساعتين كده ممكن ما تلاقيش الشارع ده فيه تعرفي تمشي فيه يعني. طب أوصاكم بحاجة يعني قبل وفاته؟ والله هو يعني كان بيوصينا دايما بعمل الخير ان احنا نحرص عليه الحمد لله، وقال لنا انه راضي علينا اول امبارح كلنا الحمد لله، يعني ده من فضل ربنا علينا يعني الحمد لله. تدهورت صحته في الفترة الأخيرة؟ من بعد شهر 6 كده 23 بدأت بقى الحالة، يعني 15 يوم في معهد الأورام، دخلنا العناية مرة وطلع منها الحمد لله، ونرجع تاني نقعد أسبوع في البيت ونرجع نروح الأورام، نروح مستشفى الهلال، لحد الحمد لله ما توفر الله امبارح في الله معهد يرحمه. الأورام برضه الحمد لله. مسيرة استمرت قد ايه يعني؟ أكتر أنا يعني بقالي 32 سنة أو أكتر، 33 سنة الحمد لله متجوزين. هو من قبلها بفترة كان هناك في قرية تنبيدي يعني الحمد لله. وليه قرية طنبيدي بالتعني؟ والله هو كان بدأ عمله فيها في الوحدة الصحية، ولما بدأ عمله فيها في الوحدة الصحية فعرفوه هناك، وزي ما قال هو حبيبتهم وحبوه، فاستمر بقى هناك يعني. بعدين هو بقى كان مش كشفه بسيط يعني. كان كشفه في الأول 5 جنيه، وبعد كده عمله 10 جنيه، حتى لما تعب وبدأ يصرف علاج وأدوية وكلام من ده ما حاولش يرفعه الحمد لله. يعني لحد ما ساب العيادة وهو كان لحد كشفه. شهر 4/2023 كان الكشف 10 جنيه، وما بيتاخدش من كل الناس يعني الحمد لله. الله يرحمه ويصبر الله حضرتك. يرحمه يا رب. اللهم آمين. طيب ده كان يعني طب وصف لنا مشهده يعني. حضرتك اكيد حضرتي الجنازه والله امبارح. الحمد لله بفضل ربنا علينا الحمد لله. هو يعني قبل ما يتوفى شاهد، وروح طلعت في ثواني الحمد لله والشكر لله من فضل ربنا عليه، ومتوفي يوم الجمعة، ونحتسبه عند الله يعني، لا نزكيه على الله ولكن نحتسبه من الشهداء، لأن برضو كان الفترة الأخيرة فيه نزيف في المعدة، وده يعتبر مقتول، ودي حالة من حالات الشهداء، فإحنا نحتسبه عند الله بإذن الله إنه هو شهيد بإذن الله يعني، ولا نزكيه على الله. والحمد لله يعني في ساعتين كان كل حاجة خلصانة، تسريح، تكفين، تغسيل، الحمد لله يعني الوقت ما استغرقش أي شيء، لولا إن احنا استنينا مثلا إخواته ما يجوا من القاهرة، وإخواتي وأهله وأهلنا في القاهرة وفي اسكندرية أغلبهم، يعني ما يعني ما كان على طول الحمد لله. فالحمد لله يعني نشهد له بإنه بإذن الله في الفردوس الأعلى، ونتمناها من الله يعني مولانا بإذن الله. في حد من ولاده ممكن يكمل مسيرته كطبيب؟ لا الحمد لله هو ما كانش حبيب أمي يبقى طب، معلش هم ما سلكوش المجال ده يعني. الحمد لله ربنا هو يرحمه كان ويرحمه. شايف إنها مهنة تعب، وبالرغم من إن هي فيها رحمة وفيها جانب إنساني كبير جدا كان بيعيشه، إلا إن هو كان شايف إن هي مهنة متعبة وخاصة للبنات، فما فضلش يعني. وهم يعني برضه هم نفسهم كانوا يقولوا ان بابا دايما مش موجود، وبابا دايما في العياده، وبابا دايما في الشغل وكده، فما حبوش ان هم يسلكوا المسلك ده. كان بيشتغل كام ساعة يعني؟ كان مخصص قد ايه من وقته والله هو كان بيروح المستشفى الصبح مثلا، يجي على الساعه 1، ومن
الساعة 5 مثلا يريحوا كده، والساعة 5 5:30 كان بينزل العيادة، يرجع لنا 9:30 10 على حسب يعني المرضى اللي عنده. الحمد لله ربنا يرحمكم ويصبركم. دي كان لقائنا مع زوج الدكتور خالد المرغني. يعني دكتور خالد اتعرف عنه ان هو طبيب الغلابة، كشفه لحد ما توفى كان 10 جنيه. الاهالي عملوا ثورة حب في حب دكتور خالد المرغني لما تعب جوله كلهم تحت بيته، وهو خرج لهم يعني وعاد مرة أخرى للعمل رغم إصابته بمرض السرطان. فهو لكن هو عاد مرة تانية لخدمة الأهالي، الأهالي ودعوه بالدموع. مشهد الوداع كان عظيم. الناس كلها زعلانة على دكتور خالد، وكل الناس يعني هو دعوات الرحمة سبقته قبل دفنه. ده كان لقائنا مع زوجته، وشكرا ليكم متابعي موقع صدى البلد. احنا بس هنقول زي ما هو كان بيقول، يعني هنفضل ان احنا نقول طبيب العائله بدل طبيب الغلابه. طبيب العائله زي ما هو يعني قالها، وقال ان هو كان برضه من ضمن الحاجات الجميله اللي قالها ان الحمد لله ان والده الله يرحمه ويحسن اليه هو اللي كان موصيه ان هو يعمل الخير ده، يعني الحمد لله، ونحتسب يعني الاجر والثواب له والوالده الحمد لله. ربنا يرحمه ويصبر حضرتك جميعا ويرحم ابواتنا وامهاتنا المسلمين. ربنا يرحمه ويصبر حضرتك. شكرا ليكم. شكرا ليكم متابعينا. ده كان لقائنا مع دكتور زوج مع زوج الدكتور خالد المرغني.